قبل كل شيء إلى كل من طهر بدمائه الأرض وحفظ العرض والمقدسات، إلى شهدائنا الأبرار نقف وإياكم إجلالاً لنتلو سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأجلاء، الشيوخ الفضلاء، الأساتذة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متباركين بذكرى ولادة منقذ البشرية جمعاء، صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الكلمات، ألتمس الصمت من جنابكم. نحن وإياكم بين يدي صاحب العصر والزمان، وصمتنا دليل وعينا. كل الكلمات تراب إلا كلمة الله، فهي الماء لكل شيء حي. سادتي الأفاضل، تلاوة قرآنية زاكية يشنف أسماعنا بها القارئ موسى الرديني، فليتفضل محفوفاً بالصلوات.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سادتي الكرام، قبل البدء بالبرنامج، نحن وإياكم هنا على أرض شرفها الله بالأنبياء والأولياء، هنا تتوضأ الدنيا، هنا التاريخ يختصر، هنا أرض يحق لها على العلياء تفتخر، هنا العراق. سادتي الكرام، نقف وإياكم لترديد النشيد الوطني لجمهورية العراق تعزيزاً للانتماء والهوية. ها هنا نحن نشتعل انتظارا على ساحل بحر الشوق والحنين، متضرعين إلى الله عز وجل، وأعيننا نحو السماء تارة ونحو الأرض أخرى، متأملين أن ترسو سفينتك اللاهوتية لتلتحم أيدينا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، كف بكف حتى تعشب الصحراء. سادتي الأفاضل، نحن هنا باسم صاحب العصر والزمان، باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي هذا المهرجان وهذا الحدث المهم الذي تقيمه مؤسسة القبس للتنمية والثقافة، قبل أن نستمع وإياكم إلى كلمة المؤسسة الترحيبية بالحضور الكريم، لنتطلع وإياكم سوية إلى ما سيعرض على هذه الشاشة من منجزات وفعاليات وأنشطة للمؤسسة.
مثقل الخمس الحواس ببعده، هلا قدمت فدتك خمس حواسي، فاللمس صخر والتذوق علقم والسمع نحب والشهيق مآسي، أما وفي البصر استحالة رؤية حتى أراك وأنت كل الناس. سادتي الكرام، كلمة مؤسسة قبس للثقافة والتنمية كلمة ترحيبية، يتفضل بإلقائها الدكتور حيدر الجيزاني، فلنستقبله بالصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نوراً للقلوب والأبدان، وكرم أهله بالفوز في الدنيا، ويوم يحشر الثقلان، وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والرضوان والفلاح والفوز بالجنان. والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نتقدم بأسماء آيات التهان والتبريكات لمقام نبي الرحمة وخاتم المرسلين، وإلى إمام المتقين وأمير المؤمنين، وإلى الإمام وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإلى سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وإلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. كما نبارك لعلمائنا ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بذكرى ولادة عين الحياة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. سيدي عذراً، فأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ خفقت أجنحة الود والمحبة والوئام في شهر شعبان المعظم لتطفي أجواء الفرح والبهجة والسرور، وهي تحمل عبق البشرى بذكرى ولادة الصفوة من آل محمد صلى الله عليه وآله. إمامنا القائم المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، والذكرى السنوية لانطلاق الفتوى العظيمة لمرجع الأمة سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله الوارف ضد أعداء العراق والمقدسات، حيث لبى العراقيون ندائها وسطروا خلالها أروع ملامح التضحية، بل رسموا بمواقفهم الفريدة والفذة لوحة من أجمل لوحات التاريخ المشرق في الدفاع والثبات على العقيدة، وابتهاجاً بهاتين المناسبتين المباركتين، إنه لشرف عظيم وشرف كبير لنا جميعاً أن نقف في هذه الأيام المباركة لاستذكار مولد بقية الله الأعظم والأكرم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك استلهام العبر والدروس من ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي، فتوى الشرف والشهادة، فتوى العز والكرامة، فتوى الإنسانية والحياة، وما أكرمهما من مناسبتين عظيمتين نحيي ذكراهما
فكلاهما صنعا انعطافة تاريخية كبرى غيرت وستغير مجرى الأحداث في المنطقة والعالم. أيها الجمع المبارك، إننا ندرك أن ضرورة الإيمان بحتمية ظهور المصلح الديني العالمي وإقامة دولة العدل الإلهي في كل الأرض هي من نقاط الاشتراك البارزة بين الأديان والمذاهب كافة، والاختلاف بينهم إنما هو في تحديد هوية ومصداق هذا المصلح العالمي الذي يحقق جميع أهداف الأنبياء والأوصياء. وهذه الحتمية تلزمنا أن نعمل على التمهيد الصحيح لهذا الظهور المبارك، والتمهيد يحتاج إلى عمل وجهاد وتضحيات كبيرة مخلصة يعبر فيها الممهد عن صدقه في التزامه بولاية إمام زمانه وتفاعله معه في كل شؤونه، وتلبية نداء المرجعية الرشيدة في فتوى الجهاد المقدس، ما هي إلا مصداق واضح للتمهيد لظهور الإمام، فقد ولد من رحم هذه الفتوى أبطال وأبطال ضحوا بالغالي والنفيس ليسطروا أسماء معاني التضحيات في تاريخ العراق الحديث، وحتما ستقف الأجيال لهم بإجلال وتعظيم لأنهم قدموا بشهادتهم ودمائهم وتضحياتهم أروع صور البطولة والإيثار. أيها الجمع المبارك، إننا اليوم نحتفي بولادتين عظيمتين، إذ إن ولادة الفتوى تعد تمهيداً واستعداداً حقيقياً لدولة العدل الإلهي، ومسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية والشرعية تحتم علينا جميعاً أن نحافظ على هذه المكتسبات في تعزيز الهوية الثقافية الأصيلة وتحصينها من هجمات الإرهاب الفكري والمسارات المنحرفة. ومن دواعي سرورنا أن نتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى الجهات المقدسة والشريفة المشاركة في إحياء مهرجان عين الحياة، والشكر والتقدير للحضور الكريم مع رعاية كامل الاحترام للمقامات والمواقع كل بحسبه، لا سيما أصحاب السماحة والفضيلة من ممثلي المراجع العظام والعلماء الأعلام ومن تجش معنا السفر للحضور في هذا المحفل الشريف، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من الصالحين والمصلحين والممهدين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكراً للدكتور حيدر الجيزاني على ما تفضل به من كلمة. عين الحياة، السلام عليك سيدي ومولاي، السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. هذا هو شعار واسم المهرجان الذي تقيمه مؤسسة القبس للثقافة والتنمية، وبرعاية العتبات المقدسة وديوان الوقف الشيعي. حضرونا الكريم، الكلمة الآن
لممثل المرجعية الدينية العليا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة حجة الإسلام السيد أحمد الصافي دام عزه، فلنستقبله محفوفاً بالصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الأفاضل، الحضور الكريم، أخوتي أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بخدمتكم، تذكرت الآية الشريفة على لسان مريم سلام الله عليها وعلى ولدها، عندما قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وخطر ببالي أن أطلب من الأخوة الأعزاء أن يصوموا لنصف ساعة أخلاقيا حتى أكون بخدمتهم بمقدار ما يسع فيه الوقت، واحتراما لهذه المناسبة الكريمة. في البدء أهني الأخوة الأعزاء جميعا ومن يسمع في هذا الشهر الشريف، شهر شعبان المعظم، وفيه ولادات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم جميعا، وولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الذي مر ذكرى ولادته قبل ليلتين، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحسن عواقب أمورنا وأن يوفقنا وإياكم لرؤية الطلعة البهية ويكحل أعيننا بذلك. عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وحديث موسع وفيه أبعاد كثيرة، سواء كان أبعاد العلمية المتعلقة بولادته الشريفة والنهج الذي اختطه الأئمة الأطهار عليهم السلام للتحشيد النفسي والروحي للتعامل معه، وهذا له المسلك العلمي المعروف في الأوساط العلمية. وتعرضت هذه العقيدة كما هو شأن أي عقيدة، تعرضت لمجموعة من الإشكاليات، والعقيدة كلما تعرضت إلى إشكاليات واستطاعت أن تجيب عنها فإنها ستزيدها قوة وستزيدها متانة. ولعل عقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه كعقيدة أتحدث، من العقائد التي تعرضت لهذه الإشكاليات وانسحب الإشكال إلى شخص الإمام المهدي سلام الله عليه، سواء كان في العمر الطويل أو أدلة الولادة وأدلة من شاهده في زمن الغيبة الصغرى، من شاهده في الغيبة الكبرى، والأدلة على السفراء الأربع أو الأربعة، وهذه كلها أدلة أو إشكالات قد أجيب عنها، ولا زالت هذه الإشكالات، يعني روح الإشكال في هذه الجوانب
وأيضا يتصدى لها المتصدون في الجواب عنها. ولعل من المشاركين في هذا المهرجان مركز عني بشكل مباشر بما يتعلق بهذه العقيدة المباركة وبشخص الإمام سلام الله عليه. هذا الجانب أستطيع أن أعبر عنه جانب اختصاص. نذهب إلى الأروقة العلمية ونطرح الإشكال ونحصل على الجواب. وهناك جانب آخر يتعلق بطريقتنا في التعامل. نحن عندما نثبت أن الإمام سلام الله عليه مولود وفعلا هو يتمتع بهذا العمر الطويل، لا شك لا يقتصر البحث على قضية تاريخية، يعني أن يكون قد ولد في سنة 255 للهجرة مثلا، أو السفراء الأربعة من هم. هذا بحث تمهيدي لقضية تقع في صلب حياتنا، وهو انعكاس ذلك على سلوكياتنا. طبعا الآن أنا أنقل البحث إلى أن نتعامل، يعني المستمع فرضا أن يكون من أتباع أهل البيت، يعني الإشكال خارج هذه الدائرة ليس محل الآن. فرض كلامنا نتكلم مع أتباع أهل البيت، يعني من رد جميع الإشكالات وزادته هذه الإشكالات بصيرة على صحة ما ينتمي إليه. ما هو انعكاس هذا البحث تاريخيا على ارتباطنا بالإمام المهدي؟ طبعا هناك كلام يتردد، والكلام هو حق، لكن أعتقد يحتاج إلى بعض الكشف عنه، وهو دائما ندعو الله أن نكون من المنتظرين، أن الله تعالى يجعلنا من الممهدين. تعلمون هذا الكلام يتردد على ألسنة المؤمنين كثيرا، وهم صادقون في هذه الدعوة، لكن لابد أن ندخل أكثر عند التعامل مع الإمام عليه السلام. في موروثنا الروائي الذي جعل حصة كبيرة وكثيرة في الاهتمام بالإمام عليه السلام، عنوان الإمام وأشخاص الإمام وإلى زماننا هذا، أن أعمالنا، أرجو الالتفات أخواني أعزائي، أن أعمالنا تعرض على الإمام عليه السلام في كل ليلة جمعة. ومعنى هذا العرض أن الإمام عليه السلام ينظر ماذا فعلنا، وبإصطلاح اليوم أشبه بالتقرير الأسبوعي، ويوضع بين يدي الإمام عليه السلام. وهذا التقرير الأسبوعي تارة الإمام عندما يقرأه يرتاح، والإمام عندما يقرأه تارة أخرى والعياذ بالله يحزن. هذه الحالة حالة المسؤولية وحالة المراقبة. لو حاولنا أن نعيشها قد في البدء بشكل مصطنع، ثم نتعود عليها شيئا فشيئا، سنشعر بقربنا جدا من الإمام سلام الله عليه. حالة الرقابة وحالة المسؤولية فيها جوانب عديدة، يعني القرآن الكريم عندما يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله فإنك بأعيننا،
يعطي حالة من الاستقرار النفسي على أن الله تبارك وتعالى يحافظ على هذا الوجود المبارك. نحن عندما نرى أن عملنا مسؤولاً يقع مسؤول أمام الإمام عليه السلام، لا شك سنبتعد عن الربا، حتى لا نقع في تناقض بين اللهم عجل فرجه وبين عملي بالربا، حتى لا أكون من الذين أدخلوا على الإمام عليه السلام حالة الحزن والعياذ بالله. لاحظوا إخواني، في ندخل في بعض الأشياء. ما تقولون في الصلاة؟ عادة الصلاة، الآيات الشريفة تتحدث كثيرا عن الصلاة، والصلاة إن قبلت قبل ما سواها. وما رأيكم بالشيطان؟ الناس تتعوذ من الشيطان، أعداء الإنسان الشيطان، فنقول دائما اللهم أني أعوذ بك من الشيطان. هل يمكن أن نتعوذ من الصلاة أو لا؟ نعم يمكن. اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تقبل، أعوذ بك من قلب لا يخشع، أعوذ بك من دعاء لا يسمع. هذا للذي يلتفت، لابد أن يكون دقيقا في كل شيء مرتبط بالله تبارك وتعالى. لاحظوا الآن عندنا أماني، وأماني مشروعة، وعندنا طموح، وهذا الطموح دائما نتمنى أن نكون في زمنه سلام الله عليه. لكن المسألة إذا وقفت عند هذه البساطة قد تتحول إلى بساطة فكرية، والبساطة الفكرية مذمومة، فيقع الإنسان تحت طائلة الدعاوى الضالة التي تدعي لها علاقة بالإمام سلام الله عليه. ولذلك لأما يحرصون على أن اعرف الحق تعرف أهله. ومن الشخصيات التي عانت التجاوز والظلم عليها هو شخص الإمام المهدي سلام الله عليه. كم من دعوة ضالة باطلة تدعي انتمائها للإمام، ولا وهذه الدعوة لو لم تجد آذانا صاغية لما بقت، وهذه الآذان الصاغية نتيجة البساطة الفكرية. يعني هو يحب الإمام المهدي لكن لا يعرف كيف، فسيصغي لأي أحد يستغل طيبة نفسه للوصول إلى المآرب، والبساطة الفكرية غير محببة. إنسان عليه أن يفهم الأمور، أن يدقق الأمور. الإمام عليه السلام عندما نجعل أنفسنا منتمين له يريد منا إدراكاً. أحد الشخصيات لها وزن ثقيل كما نقول في زمن الإمام الباقر لعله، لاحظوا هذه القضية مرتبطة بالأعمال تعرف. جاء إلى الإمام عليه السلام، طرق الباب، خرجت جارية فقالها هل سيدك موجود، يقصد على الإمام، ضرب على صدرها، التفتوا، قالت له تفضل، فدخل إلى الدار، صعد في درج، أثناء الطريق بعد لم يصل الإمام قال يا فلان لو كانت الجدران تحجب ما بيننا وبينكم فما الفرق ما بيننا وبينكم، استغفر الله من هذا الفرق. هذه النكتة قطعاً عند الإمام عليه السلام موجود. الأئمة كانوا في بعض الروايات يتمنون أن يحضروا هذا الزمن، زمن يعني زمن الإمام في دولته المباركة.
ولذلك أخواني رواية بالتفاصيل ما أذكرها جميعا، لكن لاحظوا أن أتكلم عن الإدراك. كميل بن زياد وهو من الشخصيات العظيمة يقول: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في بعض سكك الكوفة، فليلا مررنا فسمعت قارئا يقرأ القرآن، فأخذتني حالة من الخشوع، وفي داخلي قلت: هذا إنسان مؤمن في هذا الليل يقرأ القرآن. يقول: فالتفت إلي أمير المؤمنين وقال: يا كميل، لا معنى الرواية، لا تخدعنك طنطنة الرجل، فإنه من أهل النار. يقول: فزعت. راحت أيام، جاءت أيام، حصلت معركة الخوارج، وأنا وأمير المؤمنين، فبجفن سيفه قلب رجلا ميتا، قال: هذا صاحبك. يسر الليل ويقرأ القرآن، لكن القرآن لا يصل إلى تراقيه. حقيقة عقيدتنا بالإمام المهدي لابد، وهي من أفضل طرق التربية لنا وطرق السلوك الحسن له. إذا أنا في كل لحظة أعتقد أن عين الإمام علي، لا شك سأكون قويا، أنني مرعى من قبل الإمام، وأكون حذرا أن الإمام لا أولد في قلبه حزنا. عندما أتحدث أقول عجل الله فرجه، أو أدعو دائما بتعجيل الفرج، أكون مع نفسي لا أحمل حالة التناقض والنفاق الاجتماعي. أكون عندما أتكلم على بصيرة، وتعلمون أخواني أن البصيرة أساس كل شيء. في واقعة الطف لم يستسلم أحد من أصحاب سيد الشهداء، لأنهم أهل بصيرة، كانوا على بصيرة من أمرهم، ويعلمون أنهم بينهم وبين المنية في سواد هذه الليلة، كما يعبر بعض أصحاب الحسين عليه السلام. وهذه عقيدة سفكت من أجلها دماء، وشوهت صور، وسفهت أفكار لا يمكن أن نتعامل معها ببساطة، وأضع نفسي وعقلي وسمعي تحت جهة، تحت شخص، تحت مدعي دعوة ضالة، بدعوة أني أحب الإمام. هذا غير مبرر. البساطة الفكرية، نعم البساطة المعيشة ممدوحة، الإنسان يكون بسيط في معيشته، أما في أفكاره لا بد أن يكون دقيقا، أن يكون ملتفتا. إمام الحسن عليه السلام معروف القصة، دخل مجموعة من أعدائه إلى خيمته، وخرجوا في جيش الإمام الحسن: الحمد لله الذي حقن دماء المسلمين بابن بنت رسول الله، هكذا قال. وفي جيش الإمام الحسن اضطرب الجيش يمينا ويسارا، لم يسمعوا من الإمام نفسه، لم يسمعوا من ثقة من الإمام، سمعوا من عدو الإمام، واضطرب الجيش. والذي حصل أن الإمام الحسن واعتدي عليه، وضرب في فخذه، وسحبت السجادة التي كان يصلي عليها. لماذا؟ هناك بساطة، هناك سذاجة، وهذه غير ممدوحة أصلا. أرجو إخواني الأعزاء نتعامل مع هذه العقيدة تعامل المسؤول، فإن الإمام المهدي مدخر لشيء عظيم جدا، نحن لا نستطيع أن ندرك جميع ما سيؤول الأمر إليه.
لكن الأخبار التي نسمعها ونقرأها هناك شيء عظيم سيظهر به الإمام المهدي سلام الله عليه. يعني مشروع الإمام المهدي مشروع كبير يحتاج إلى عقول أن تصعد، أن تفهم، أن ترتقي إلى فهم هذه العقيدة. أما أن فلان لأن سمع رأى رؤيا أو فلان لأن كذا، أعتقد لابد أن لا نكون نحن سبب في تضعيف هذه العقيدة. حتى لا أتطفل على وقت الأخوة البرنامج، هذا ما يتعلق بالأمر الأول. يتعلق بالأمر الثاني وهو الفتوى المباركة التي نعيش ذكراها. لاحظوا إخواني المرتكزات التي نؤمن بها. نحن نتعامل الآن مع العلماء في زمن الغيبة تعاملا خاص، باعتبار أن ديننا وعقيدتنا تؤخذ وفق هذا الطريق لا غير. والعلماء عندما يدركوا خطرا معينا سواء كان على العباد أو على البلاد، وعلى العباد في أنفسهم أم في حياتهم الأخرى، وعلى البلاد سواء كان في أراضيهم أو في مقدساتهم، عندما يستشعروا هذا الخطر الحقيقي فيقولوا كلمته. حقيقة هذه الفتوى ممكن أن نقرأها من أكثر من زاوية. أولاً هي عبارة عن أسطر قليلة غيرت معادلة بكاملها، ولعل الظرف الحالي لا تظهر جميع المخططات التي أريد لها أن تكون، يعني العدو تكتم عليها لأنه أراد شيئا مرعبا بالبلاد والعباد. وعندما صدرت هذه الفتوى كانت غير متوقعة أصلا من الآخرين، غير متوقعة. الشيء الذي زاد هذه الفتوى وأعطاها أيضا هذا المد الكبير هي الاستجابة السريعة والفورية من شباب بعضهم لم يبلغ الحلم. هنا عندي هامش صغير إخواني، نحن شعب نضحي ولا نوثق، ولذلك يسرق التأريخ منا دائما لأننا لا نوثق. الذي حدث عبارة عن تغيير حقيقي قلب الموازين. تعرفون ما معنى قلب الموازين؟ ليس عبارة عن إيقاف شيء، وإنما معادلات بكاملها قد تغيرت. وحرصنا على أن نطلب من الأخوة الذين شاركوا أن يعينونا فيما عندهم من قصص وأحداث كانت في الحرب. توفقنا وكتبنا موسوعة بحمد الله تعالى في 62 مجلدا، والباب مفتوح، وصل العدد الآن إلى أكثر من 80. ودعوة الآن من هذا المكان إلى الأخوة جميعا، لا تقصروا في حفظ الحقائق. العراق حقيقة منجم، يعني أرض العراق منجم لكثير من الفضائل والعلماء. هي في الواقع الذي تكون أرض لهذا المنجم كانت أرض أيضا لجماجم في العصر الحديث. وهذا العصر الحديث الذي يقتل
الطفل والمرأة والشيخ ولا يهاب يتلون بألوان، قمة هذا اللون كان في داعش. فداعش وريث سيء لمعادلة طويلة في الأمد، فيها قتل وإجرام وذبح، والفتوى أيضاً وريث جيد لتأريخ حافل بالتضحيات والمواقف. فالمعادلة معادلة بين قوتين لا يلتقيان، ولذلك هذه الأسطر في الفتوى قلبت وغيرت. وسأبين بخدمتكم على وجه السرعة، داعش ليست دولة، يعني داعش غير مرتبطة بأي ميثاق من مواثيق الدول، فلا تحاسب، التفتوا جيدا ماذا أقول، لا تحاسب، لأنه يعني ليست دولة، عبارة مجموعة من العصابات القتلة. فكل شيء تفعل في مأمن من القوانين الدولية، يعني ليست دولة، لا ينفع معها حصار، لا ينفع معها ضغط، لا ينفع معها شيء آخر، إلا شيء واحد تنبه له سيدنا، وهو أن لا بد أن تجابه بهذه الجماهير القوية والمستعدة. والأمة إذا فقدت إرادتها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فلا بد من ضخ في الإرادة، ولا يمكن أن يكون في ذلك الوقت ضخ غير الفتوى، لا يمكن. فالطريق كان مسدودا إلا من باب الفتوى، وهكذا كان. ولازلنا بحمد الله تعالى، كان يقدر لها للمعركة كما كان البعض يقول يحتاج إلى 30 سنة، يحتاج بعد ذلك إلى 10 سنين، حاول من التضعيف قوة المؤمنين الذين لبوا الفتوى. الحمد لله انتصر في 3 سنوات، والكم الكبير خلف وراءهم القتلى وذهبوا إن شاء الله تعالى إلى غير رجعة. هذه دماء زكية ودماء في عز شبابها، وكانوا لا يريدون أرضا لهم شخصية، ولا يريدون مالا، ولا يريدون جاها، وإنما محبتهم لبلدهم جعلتهم يقفون في السواتر. وأتذكر في حديث سماحته أدام الله ظله الوارث يقول: كلما تذكرت هؤلاء المقاتلين تذكرت أصحاب الحسين ليلة 10 من المحر، في بسالتهم وفي قوتهم. فأخواني أرخوا لكل شيء سمعتم، أرخوا بشرط أن يكون واقعي لا مبالغة فيه. لكن عندما ينسى نحن سنجني على أبنائنا في المستقبل، نريد أن نريهم صور في المستقبل، يعني الآن هم آباء أجداد، علماً لمن سيولد منهم سيرى أن أجداده وآباءه قد حموا البلاد بهذه الطريقة التي كانت. هذه إخواني النقطة الثانية والثالثة والأخيرة، أرجو الله تعالى أن لا أكون قد أثقلت عليكم، هو ما بعد داعش. داعش قلنا بحمد الله تعالى تصدت لها النجف واستجاب لها أهل البلاد وتحقق الذي تحقق. لأن ما بعد داعش يعني في ظرفنا هذا، شبيه ذلك ما كان يعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد الأكبر. بالنتيجة معركة داعش في 3 سنوات انتهت، لكن ما بعد داعش ستكون هناك والآن موجود، وأشير إلى البعض على نحو ما يسعى به. قطعا ستكون هناك معركة من نوع آخر، وهذه المعركة ترتبط بالنقطة الأولى، حالة الإدراك وحالة الوعي التي ستمنع.
نحن في بلدنا عندنا مفاهيم وعندنا ثقافة وعندنا رقية، ستكون هناك محاولات لتغيير هذه القناعات وتبديل هذه الثقافات بطريقة أو بأخرى. لاحظوا هناك رواية شريفة للنبي صلى الله عليه وآله أو لأحد المعصومين يتحدث بها عن فتن. من جملة الفتن أن الإنسان يرى المنكر ولا ينهى عنه، أو يرى المعروف فلا يأمر به. هذا نوع من الفتنة، أن الإنسان يتقاعس عن الحق، يعرف وظيفته ما هي لكن يتكاسل، وتارى يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، تنقلب الموازين عنده فيدعو بقوة لمنكر وهو يحسبه معروفا، وينهى عن معروف وهو يحسبه منكرا. أخطر من الأولى، تنقلب المفاهيم عنده. لماذا؟ نتيجة ثقافات متعددة. أتقمص ثقافة غير ثقافتي وأرددها ويرددها معي ولا ألتفت لجزئيات هذه الأمور، إلى أن تصبح عندي هذه قناعة من القناعات. اليوم نعاني من مشكلة أساسية، وهو ضرب مفهوم أولي الجميع يحتاجه، وهو مفهوم الأسرة. من أخطر المفاهيم والمعارك هو عندما نحارب أسرنا. ما هو مفهوم الأسرة؟ تعريف الآن قواميس. ما هو مفهوم الأسرة؟ نعرف مفهوم الأسرة يتكون من زوج يعني رجل، وزوجة يعني امرأة، وإن رزقهم الله تعالى أولادا تكونت الأسرة من الأبوين ومن الأولاد تحت مظلة رسمية شرعية. هاي معنى الأسرة. نواميس، كل نواميس. أما أن تنسلخ الأسرة من مفهومها ويمكن أن تتكون من رجلين أو امرأتين، فهذا شيء خطير. وعندما نتعامل ضمن هذا المفهوم تجدنا نتعامل بلا أن نتحسس خطورة المسألة. هذه أشياء تضرب في صميم ما نعتقد به. هذه معركة، لكن ليست معركة منظورة. بالبدء تكتب على شكل مقال، تكتب في جريدة، في موقع، يبينها بعض الناس، يتلاقفها بعض الناس، إلى أن تكون حديثاً رائجاً وحديثاً مقبولاً. وطبعاً لا أتحدث عن هذا المفهوم فقط، مفاهيم من قبيل مفهوم الحرية. مفهوم الحرية يختلف عن مفهوم الفوضى. حرية لها مبادئ، أن لا بد أن تحترم عقيدتي، تحترم مكاني، تحترم هويتي. أما أن تكون هناك فوضى تحاربني في كل شيء، هاي ليست حرية. لذلك أخواني، دائما أهل الشأن ممن يكون مسموع الكلمة لابد عليه أن يبين، أن يكون واعيا، أن يكون مدركا، أن يكون مبينا لمخاطر كثير من القضايا. وطبعا رجعنا إلى النقطة الأولى، واقعا المجتمع عليه أيضا أن يراجع كثير من المباني التي قد تكون غير واضحة عنده، أن يستشير، أن يسأل أهل الفن ممن فنه الاستشارة، فنه العلم، فنه الحفاظ على المجتمع، حتى لا نستعجل
بأن نردد مفاهيم قد تكون تضربنا بالصميم ونحن في غفلة من هذا. على العموم إخواني، طبعا أشكر الأخوة في الأخير الذين التزموا بالصيام لمدة نصف ساعة، جزاهم الله خير، ونسأل الله تعالى للجميع الموفقية والسداد، وأن يرينا في هذا البلد كل خير. دعائي لهذه المؤسسة ولأخينا الشيخ البغدادي على ما وفر من فرصة طيبة بحضوركم الكريم. أرانا الله تعالى فيكم جميعا كل خير، وأسأله تعالى أن لا يخرجكم من خير أدخلكم فيه، وأن لا يدخلكم في شر أخرجكم منه، وأن يعيد علينا وعليكم البركات، وأن يرعانا صاحب الزمان بعينه التي لا تنام، العفو بعينه التي أرادها الله تعالى له. الله تعالى يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يكلأنا وأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء. ودعائنا إلى سيدنا سيد النجف بطول العمر والتسديد والسلام بمحمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشكر الجزيل لممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة حجة الإسلام السيد أحمد الصافي دام عزه في هذه الحوارية والكلمة القيمة. سادتي الأفاضل، لازلنا وإياكم متواصلين في حفلنا ومهرجاننا هذا، مهرجان عين الحياة الذي تقيمه مؤسسة قبس للثقافة والتنمية بالتعاون مع العتبات المقدسة. الكلمة الآن لديوان الوقف الشيعي يتفضل بإلقائها الوكيل الديني والثقافي لديوان الوقف الشيعي جناب الدكتور إحسان جعفر أحمد، فلنستقبله بالصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون حاضرا أمامكم في هذا اليوم المبارك من أيام شهر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شهر شعبان المعظم، ونحن نعيش أيامه المباركات الزاهيات بذكرى الولادات الميمونة المباركة للإمام الحسين وأخيه العباس والإمام علي بن الحسين وعلي بن الأكبر بن الحسين سلام الله عليهم أجمعين، وكذا ذكرى الولادة المباركة لبقية الله في أرضه وحجته على عباده
روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. فهنيئاً لنا ولكم هذه الذكريات المباركة. أيها الحضور الكريم، إننا ونحن نعيش هذه الولادات المباركة في سنتنا هذه، نستذكر أيضاً بكل فخر واعتزاز وعرفان ذكرى عظيمة مباركة أخرى كان لها أثر كبير في حفظ الأرض والعرض، ذكرى فتوى الجهاد الكفائي لسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف، الفتوى التي قلبت الموازين وأبكمت وأذهلت وأعمت الأعداء عن مقاصدهم الدنيئة باستهداف عراق الأنبياء والأئمة والصالحين لتدنيس أرضه الطاهرة وسبي الحرائر وهتك الحرمات. فكانت الفتوى وكانت استجابة الملبين من أبناء العراق بمختلف مشاربهم، أبناء علي والحسين والعباس، أبناء المرجعية الرشيدة، الاستجابة الصادمة حيث بهت الذي كفر. وكان الأثر في تحرير الأرض وحفظ الحرمات والمقدسات. فلك سيدي يا صاحب الفتوى كل الشكر والامتنان والعرفان، ودعاؤنا إلى الباري عز وجل أن يمد في عمرك في خير وعافية وصحة، خيمة مباركة على العراق وأهله، ولكل من ارتفع شهيداً لتلبية الفتوى الرحمة والرضوان والغفران بإذنه تعالى. الحضور الكريم، إن صفحة الإرهاب والسعي الأعداء الدائم لاستهداف مجتمعنا وأبناء وطننا هي صفحة واضحة مرئية يمكن تشخيصها وإعداد العدة اللازمة لمواجهتها ودحرها بإذنه تعالى بهمة وعزم الغيارة. ولكن الخوف، كل الخوف من الصفحات الأخرى لبرامج الاستهداف غير المرئية لمجتمعنا وعقولنا من غزو فكري وثقافي واستهداف لمكونات هويتنا الإسلامية من عقيدة وتأريخ وثقافة وأخلاق وقيم. نعم، من فك الأعداء عن إعداد العدة والاستهداف لعقولنا وأفكارنا وثقافتنا ومفاهيمنا التي بها نعيش ونحيا، فكان لهم صولات وجولات تحت مختلف المسميات لاختراق نسيج المجتمع وتفكيك أواصره وغزو الأسرة وهدم قيمها ومفاهيمها وتدمير الفرد وعزله عن إرثه الحضاري والثقافي والفكري وإشغاله بالقشور والتوافه ومحاولة استمالته إلى ثقافة غريبة ومفاهيم بعيدة عن القيم والأخلاق الفاضلة وبث السموم في أرجاء المجتمع من خلال أدواتهم ووسائلهم المتنوعة وصرف المبالغ الطائلة في سبيل تحقيق أهدافهم دون أن تكون ردود الأفعال تتناسب وحجم التحديات والمخاطر التي تستهدفنا وتواجهنا في كل لحظة من خلال هذا الغزو.
أيها الحضور الكريم، إننا ونحن نشارك في هذه الفعالية الفكرية والثقافية نستذكر رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من آل البيت عليهم السلام في السعي لبناء الإنسان وتحصين عقله، ونرى أن دور المؤسسات الثقافية والفكرية هو امتداد ومكمل لهذه الرسالة. وما رسالة ودور مرجعيتنا الرشيدة إلا مصداقاً واضحاً وجلياً لهذا الامتداد والسعي. وينبغي لنا أن ننهل من هذا المعين وننتهج بهذا النهج القويم لمرجعيتنا في سعينا لاستنقاذ مجتمعنا وأبنائنا. وحري بنا ونحن في معركتنا الفكرية هذه أن نستذكر قول أمير المؤمنين عليه السلام لأهل مصر وهو يحذرهم من أعدائهم، وما أكثر حكمه ومواعظه: إن أخ الحرب الأرق، ومن نام لم ينم عنه. هذه موعظة وحكمة واضحة وجلية من حكم أمير المؤمنين التي يجب أن نجعلها نبراساً ومنهجاً لعملنا. ولا بد لنا ونحن نشارك اليوم في هذه الفعالية الثقافية والفكرية الكبيرة لمؤسسة القبس المباركة أن نشكر ونبارك هذه المبادرة الكريمة والجهد الكبير المبذول لإظهار الحدث بهذه الصورة الرائعة، ونرجو أن تكون هذه بادرة خير وبادئة لخطوات أخرى تليها في طريق تحصين وتعزيز ودعم فكر أبنائنا وأجيالنا من آثار الغزو وانتشالهم والحفاظ على مجتمعنا ووقايته من الأمراض الاجتماعية والفكرية والثقافية التي بدأت تسري في عروقه، ووضع برامج طويلة الأمد تستهدف كل الفئات والعناوين، وتهيئة مستلزمات الاستمرار والنجاح لهذه البرامج وتوزيع الأدوار فيها للوصول إلى هدفنا في الحفاظ على هويتنا الإسلامية. جزيل الشكر والتقدير لمؤسسة القبس والقائمين عليها والعاملين فيها، ولكم أيها الحضور الكريم جميعاً، ونسأله تعالى التوفيق ودوام النجاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لجناب الدكتور على هذه الكلمة القيمة. حضورنا الكريم، شكرا لإنصاتكم، شكرا لكم على حسن الإنصات. الشعر وما له من تأثير عال في النفوس، وما له من حكمة بليغة وسحر كبير، كيف إذا كان على لسان فارس لا يشق له غبار، ذلك الذي تشهد له المنصات العربية قبل منصات الوطن، وكأن أبواه رأوا نجاحه من بعيد فأسموه نجاحاً، ومن نجاح إلى نجاح تستمر هذه الرحلة الكبيرة والقافية العظمى. الشاعر الكبير نجاح العرسان
فلنستقبله بالصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنت قلقا قليلا من قصيدتي، ولكن عندما استمعت إلى كلام سماحة السيد ارتاح قلبي وبالي. نصف الظهور انتظار. آمنت بالوعد أن رؤياك وعد نبي. آمنت بالوعد أن رؤياك وعد نبي، لكنه البعد، مل البعد فاقترني. آخيت دمعي ودمع الشم، أيهما تريد لي حرقة يا طيب اللهب؟ آخيت دمعي ودمع الشم، أيهما تريد لي حرقة يا طيب اللهب؟ في كل عام شموع النذر تذرفنا خلاف أسئلة في ذمة الكتب. على انتظارك لم أأذن لقافيتي أن تملأ الكأس منها لذة الريب. غب ما تشاء، فللصحراء ما انتظرت برملها المر أنباء من السحب. أشكو لصمتك ما بي من هواك، أشكو لصمتك ما بي من هواك، وبي ما لا أريد من الشكوى على هدبي. تبعت خضرك حيا كي تعلمني، ولست موسى فلم أسأل ولم تجبي. حتى انتهى الدرس لم تكسر له شفتي حرفا، برغم الذي أبصرت من عجبي. حكاية فهمها يحتاج فلسفة أخرى وفقها بلا عينين من خشبي. حكاية فهمها يحتاج فلسفة أخرى وفقها بلا عينين من خشبي. يهذب العقل بالإصغاء في زمن صوت الأذان من الضوضاء والصخب. لن تلمس النار وجه الأرض صالحة كانت ومذنبة، فالأرض أم نبي. أما الجياع فعين الطفل غفوتهم، إن المسلب مأمون من السلب. بذنب مريم هزت جذع نخلتها، يحمل الناس عيسى غلطة الرطب. بذنب مريم هزت جذع نخلتها، يحمل الناس عيسى غلطة الرطب، ويتبعون بلا عينين مسحلهم، ولا مسافة بين الرأس والذنب. يقال عني جبان لو نفضت يدي، وعن سوايا يقال احتاط بالهرب. ولو عرفت الذي بيني وبينهم عرفت أن ذكى الذئب الطيش غبي. ولو عرفت الذي بيني وبينهم عرفت أن ذكى الذئب طيش غبي. أما القباب وما فيهن من ذهب، ليس الحسين هو المعني بالذهب. فقل لمن تاب أن الحر نعرفه، فقل لمن تاب أن الحر نعرفه، لكن حرا ربيب الشمر لم يتب. الحبل والجيد أم النار نعرفها، وأمة خلفها حمالة الحطب. تبت يداه
تبت يداه بلى تبت وكل فم يقولها فيه شيء من أبي لهب. تبت يداه بلى تبت وكل فم يقولها فيه شيء من أبي لهب. وما تلطخنا الدنيا بزينتها إلا لتلطخنا في وجهها الخرب. وحين تسأل عبد الله عن دمي، وحين تسأل عبد الله عن دمه يريك شعبا بمعنى الشعب، يريك شعبا بمعنى السهم. ذي شعبي وإن نظرت تريب الطف سوف ترى نحن التراب الذي في خده التربي. وإن تكن فتن ألوت بها حقب أعناقنا وابتلانا اليأس بالحقب وقلبتنا على جمر السنين يدا فحسن فتنتها من سوء منقلب. ما بين عجل وما بين انتظر شفة نحار في رغب منها وفي رهب. لا تنتظر حرر الإنسان من دمه وسيف الحق بالثوار والغضب. ورتب الناس بالتقوى مراتبهم فقد تعبنا من الإيمان بالرتب. فمن سيطفئ يوم الثأر ثائرتي وخيل شام التي داست على حلبي. فمن سيطفئ يوم الثأر ثائرتي وخيل شام التي داست على حلبي بمن نثور ونحن الثائرون ولم نعد نفرق بين العرق والعربي. نصف الظهور، نصف الظهور بكاء للظهور على نصف البكاء الذي من شدة الطرب. ولا تفرق عيني أمر دمعتها إن قلت كفي لها ظنت بها انسكبي. الحمد لله عاشور يصححها فصح في العين أمر النهي والطلب. أمشي وأدريك تمشي الأربعين معي، أمشي وأدريك تمشي الأربعين معي وأنت تعلم يا مولاي ما بك بي. يحدق الناي في أيام عازفه ويوجز العمر في شيء من القصب. مولاي زاغ السؤال الحر في شفتي والعذر شعري شريف طيب العتب. فإن غضبت وأغضبت القصيد معي فقد خلقت لشعر طاهر النسب. وإن مددت لنحر السيف تذبحني مولاي عبدك مذبوح من التعب. فلا وحقك لم أكتب على ترف ولا لأنفض عني وحي مكتئبي. مولاي يا أطهر الدنيا التي اتسخت بما يريد مزاج الكأس من عنبي، أقسى على الشعر من إخفاق قائله أن يتقي الحق كي يحتاط بالأدب. وحسن ظني بأن الله أقرب لي من الصبي الذي ما زال في صبي. يتوب عن جهل مرآة التي انكسرت بذنب شعر الذي للآن لم يتب. أبي غدا تحضن الفردوس دمعته ليعلم الماء أن النهر دمع أبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للكبير دائما نجاح العرسان على هذه القصيدة الكبيرة. يا زيت مصباحه الدري، يا زيت مصباحه الدري، هل أمل يساقط الضوء كالأمطار؟ حدثنا عقارب الساعة المغبر هيكلها تناولت عمرنا لسعا بلا معنى
كأن رقاصها المعتوه رنته حزن يفرع في أيامنا حزنا، نقول يأتي ومنا سوف ينجدنا، والبعض ظنوه وهما قد توهمنا، يا زيته هل ترى للعسر مفترجا، نقوى على كل هذا العسر ما عدنا. الظن بعض وبعض، من سيخبرنا من بيننا أي حزب أخطأ الظن؟ لا شيء إلاك، فامرر بين أجفننا حتى نرى بعض طيف يهزم الوهن. خذ منه ومضا لوجه كله ألم، وقل له طالما ومضا تأملنا، أو خذ عصاه، أو خذ عصاه التي لو أنها ضربت ظهر الليالي أزاحت ظلمها عنا. ذاك الذي حرفه لحنا لأمنية عشنا لها كل يوم نعزف اللحن. سيدي يا صاحب الزمان، سادة الحضور، لازلنا معكم وإياكم متواصلون في هذا المهرجان وهذا الحدث الكبير وهذه الفعالية الأولى من فعاليات المهرجان في الافتتاح ومع الشعر والشعراء. بعد أن استمعنا إلى الشعر الفصيح وتلك القافية الجميلة، نذهب وإياكم إلى روضة أخرى من رياض الشعر، رياض الشعر الشعبي، مع شاعر فطم الله قلبه عن كل حب إلا حبه لله ولأهل البيت، فكان فاطمياً في الهوية والانتماء واللقب، ذاك الذي يحمل على صدره وسامين، وسام الانتساب لحضرة أبي الفضل العباس إلى العتبة العباسية المقدسة، ووساماً آخر لم يساوم عليه، وسام انتمائه لمرجعية الوطن إلى المرجعية الدينية العظمى، الشاعر محمد الفاطمي، نستقبله بالصلوات. يا الله، كل الحضور بكل المقامات والذوات المحترمة، أحييكم بتحية الإسلام العطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار باسم المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي، نرحب بالجميع من داخل وخارج العراق، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم في رحاب موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. لنؤكد التهاني والتبريكات لرسول الله ولمقام صاحب العصر والزمان بالصلاة على محمد وآل محمد. والي محمد، أستاذي وحبيبي مصطفى الصائغ قائد هذا اليوم للحفل، لي الشرف بهذا التقديم. وجهت لي الدعوة بقراءة قصيدة آخر الكتابات، آخر القصائد، اللي هي قصيدة السيد علي الحسين السيستاني، ولي الشرف بهذه الدعوة. ولكن قبلها لصاحب المناسبة أبو صالح. أبو صالح دخيلك راضي لو زعلان، دخيلك راضي لو زعلان، شفك وين حتى شفاف نمشيله، هاي دموعنا وكل عام وانت بخير، نحب بمولدا نصفق ونبجيله، بصوانينا شموع ومي ورد وبخور ودعاء الندبة بدموع وتفاصيله، دمعنا يطيح شوق ومرة حسرة يطيح، أي طيح المهم تشفكي تتشيله، منتظريك واللي ينتظر وجهه يقول أمانك، للي يخاف هواي يعنيله، هواي تشمتوا وإحنا لنزامط بيك،
وذا مو انت غيرك ياهو نشكيله وحق شعبان كله ونصف من شعبان وليلة جيتك المو مثل كل ليلة اذا زعلان بقرب مجلس راضيك وعذر العاشق بدمعة تواسيله عليك بداعة اليومية تبجيله عليك القابلة مهدة وتلوليله نطلب منك الخاطر عيون حسين العراق بشاربك صلي له وادعي له. استثمارا للوقت وخادمكم وإلى خيمة العراق وصمام أمان العراق. يا سيد التاريخ شأنك أكبر فأبوك حيدرة وأمك كوثر. يا سيد التاريخ شأنك أكبر فأبوك حيدرة وأمك كوثر. أحنيت ظهرك للعراق مودة يا مرجعا للحب جرحك أخضر. أطفأت نار الطائفية كلها وبروحك السمحاء نار تسعر. يا والد الأيتام كيف جمعتنا بعباءة وسؤالنا يتعذر. أعباءة سوداء يكبر حجمها أم أننا تحت العباءة نكبر. صارت مؤسسة بنظرة عطفها فالعين نبع للحنان ومصدر. يا مؤنس القرآن حين تفسر آياتك البيضاء خط أحمر. آياتك البيضاء لما أصدرت فتوى الدفاع فهب حشد أسمر. آياتك البيضاء بالبشرى أتت قد جاء نصر الله فلتستبشروا. آياتك البيضاء تنزف حكمة فهناك بعد النصر حرب أخطر. آياتك البيضاء تنذر وعينا من حرب فكر فاستعدوا واحذروا. ما زال حشدك بالسلاح ووعيه أسد على تلك السواتر يزهر. تلك السوات خادم خادم ممنون خادم خادم يا حبيب. يا مؤنس القرآن حين تفسر آياتك البيضاء خط أحمر. آياتك البيضاء لما أصدرت فتوى الدفاع فهب حشد أسمر. آياتك البيضاء بالبشرى أتت قد جاء نصر الله فلتستبشروا. آياتك البيضاء تنزف حكمة فهناك بعد النصر حرب أخطر. آياتك البيضاء تنذر وعينا من حرب فكر فاستعدوا واحذروا. ما زال حشدك بالسلاح ووعيه أسد على تلك السواتر يزأر. تلك الدماء الزاكيات حفظتها فدم الشهيد بكل وقت يحضر. يا صاحب المهدي في أحزانه فدموعك الحمراء سيف يثأر. ها أنت كالحسن الكريم بصبره فالناس صحراء وصبرك يمطر. ها أنت كالسبط الغريب بكربلاء بين البواتر والأسنة منحر. ها أنت تعطش كالخيام وزينب شفتاك من حر اللظى تتفطر. ولطبرة الكرار تنزف هامة ولعصرة الزهراء كلك تعصر. الله يحسن أعمالك. يا صاحب المهدي في أحزانه فدموعك الحمراء سيف يثأر. ها أنت كالحسن الكريم بصبره فالناس صحراء وصبرك يمطر.
الله أكبر على هذه الدموع سماحة السيد. ها أنت كالحسن الكريم بصبره، فالناس صحراء وصبرك يمطر. ها أنت كالسبط الغريب بكربلا، بين البواتر والأسنة منحر. ها أنت تعطش كالخيام وزينب، شفتاك من حر اللظى تتفطر، ولطبرة الكرار تنزف هامة، ولعصرة الزهراء كلك تعصر. وهناك في البيت الصغير حكاية للزهد حتما في النفوس تؤثر. وهناك في البيت الصغير حكاية للزهد حتما في النفوس تؤثر. رجل حكيم عالم ومفكر، والصراط حق للأمان ومعبر. رجل ملائكة السماء تحبه، تصغي له الأفلاك حين يكبر. لا يملك البيت الصغير لنفسه، سكن القلوب وبيته يستأجر. وهناك في البيت الصغير حكاية للزهد حتما في النفوس تؤثر. رجل حكيم عالم ومفكر، وصراط حق للأمان ومعبر. رجل ملائكة السماء تحبه، تصغي له الأفلاك حين يكبر. لا يملك البيت الصغير لنفسه، سكن القلوب وبيته يستأجر. قالوا فمن هذا؟ وقلنا فاصبروا، هو كف حيدرة فلا تتخيبروا. ملك التواضع والتواضع ثوبه، هو جار حام الجار لا يتكبروا. قالوا بأن الصمت خوف واضح، وأجابهم بالصمت وهو الأجدر. فالصمت في فوضى الكلام شجاعة، والصمت في كبد المعاند خنجر. قالوا بأن الصمت خوف واضح، وأجابهم بالصمت وهو الأجدر. فالصمت في فوضى الكلام شجاعة، والصمت في كبد المعاند خنجر. قالوا وهذا الشعر قد غالى به، قلنا وكل الشعر فيه مقصر. هو باختصار لا شبيه لشخصه، هو مرجع في الأرض لا يتكرر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الكرام، وصلنا وإياكم إلى المسك، إلى الفقرة الختامية في الافتتاح، إلى مرشد ديني ورادود كبير نحت اسمه على المنابر في العراق وبلدان العالم الإسلامي، الرادود الكبير مصطفى السوداني، فلنستقبله بالصلوات. قالوا لي متعوبي وقليت، غير التعب شخص اسمه الإمام المهدي. قالوا لي متعوبي وقليت، غير التعب ما عندي، عافيت مزروعة بشخص اسم الإمام المهدي. قاضيها حسب بحسب بين العهد والندبة، يا المهدي
العين تسعى، القلب يقدح حزنه، حتى أراه بذلت كل جهودي، والناس تسأل هل دهتك رزية، فيجيبهم ما سال فوق خدودي، أن لي حبيب غائب، لو أنه يأتي له أخلصت كل وعودي، هو ذا وجودي في الحياة، وبعده يا سائلي لا حاجة بوجودي. صعب حل لغز حبك مرة كحلة، وذوق العسل أصرخ مرة كحلة، يا غايب هاك جفني مرة كحلة بكحل عيناك يا سحر الثريا، بكحل عيناك يا سحر الثريا. سادتي الكرام، هكذا يقضي بيننا قاضي الوقت على الرحيل والمغادرة. أدعو سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، وسماحة الشيخ البغدادي والضيوف الكرام، وكذلك أنتم حضورنا الكريم، إلى المشاركة في افتتاح المهرجان والتوجه إلى القاعة رقم 3 بانتظام وهدوء. بتحية الإسلام نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.